أهلا بكم. من له المصلحة بانهيار منظومة التعليم الأساسي في العراق؟ وما الأسباب التي أدت إلى تدهور الواقع التعليمي فيه؟ حيث اعترفت وزارة التربية في العراق أن 1,200,000 تلميذ جدد مقبلين على الدراسة وأزمة الأبنية المدرسية ما زالت قائمة. أيضا كشفت وزارة التخطيط عن حاجة العراق إلى 12,000 بناية لإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، فيما لم ينجز سوى 330 مدرسة في بغداد وكذلك في المحافظات بسبب فساد العقد الصيني الخاص ببناء المدارس. حيث أكدت لجنة التربية النيابية أن معدل إنجاز المدارس ضمن العقد الصيني لم يتجاوز 10% فقط. من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن إجراءات إغلاق مخيمات النازحين وما يتعلق بها من خدمات تربوية تهدد بانقطاع 150,000 طفل مع انتشار ظاهرة العمالة للأطفال بسبب الظروف الاقتصادية السيئة لدى آلاف العائلات العراقية التي رسخت ظاهرة التسرب من المدارس، فيما يرى مراقبون أن أحزاب السلطة تدفع نحو تجهيل المجتمع بما يخدم مصالحها. لمناقشة هذه القضية المهمة سيكون معي في هذه الحلقة كل من الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. مرحبا بك دكتور محمود. مرحبا سهلا. وأيضا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وعبر الهاتف الدكتورة رولا الألوسي استشارية تطوير نظم التعليم. مرحبا بك دكتورة. مرحبا دكتور سمير بالضيوف العزاء. حياكم الله ضيوف الكرام. مشاهدين الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بواقع 12 مليونا بينهم نحو 1,200,000 تلميذ توجهوا إلى مدارسهم مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وسط تحديات وعوائق تتكرر كل عام، ومنها نقص الأبنية المدرسية والتي ينجم عنها اكتظاظ الصفوف بالطلبة. وزارة التخطيط من جانبها قدرت حاجة العراق إلى 12,000 بناية لإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، فيما لم ينجز سوى 331 مدرسة في بغداد والمحافظات بسبب فساد العقد الصيني الخاص ببناء المدارس والذي أحيل لشركات ومقاولين ثانويين مقابل نسب من الأرباح رغم مرور أعوام على توقيع العقد. حيث اعترفت لجنة التربية النيابية أن معدل إنجاز المدارس ضمن الاتفاقية لم يتجاوز 10%، وهما يعيق تطور العملية التعليمية بحسب المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد. الأبنية المدرسية ليست وحدها هي المشكلة، حيث كشفت وزارة التخطيط عن وجود فجوة تراكمية للملكات التربوية المتنوعة تقدر بنحو 90,000 موزعين بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، وهو ملف سرعان ما استغل لصالح الدعايات الانتخابية بعد خضوع عملية نقل المدرسين من وإلى مراكز المدن والأرياف تبعا للرقعة الجغرافية للمساومات المالية والاستغلال السياسي بعيدا عن معايير الكفاءات العلمية، وهما قرت به نقابة المعلمين التي طالبت بإبعاد المحسوبيات عن القطاع التعليمي. من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأن إجراءات إغلاق مخيمات النازحين وما يتعلق بها من خدمات تربوية تهدد بانقطاع 150,000 طفل عن المدرسة، مؤكدة وجود 600,000 طفل بحاجة للحصول على التعليم مع انتشار ظاهرة العمالة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة لدى آلاف العائلات العراقية التي رسخت ظاهرة التسرب من المدارس والتي تخدم في النهاية أحزاب السلطة التي تدفع نحو التجهيل المجتمع بما يخدم مصالحها. أبدأ معك دكتور محمود المسافر. يعني عوائق تتكرر كل عام، نقص في الأبنية المدرسية وفساد في العقود وتسرب تلاميذ
وضياع تخصيصات، من له المصلحة بانهيار منظومة التعليم في العراق؟ شكرا جزيلا لك دكتور سمير ولكل ضيوفك الأعزاء المحترمين ولكل المشاهدين. حياك الله دكتور. الحقيقة يعني أنت تعلم أن هذا الموضوع يناقش وناقشناه منذ 20 عاما إلى اليوم، وهو من سيء إلى أسوأ، مما يدلل بما لا يقبل الشك على وجود مخطط كبير وراء ذلك. وهذا المخطط احنا رأيناه بأنفسنا في عام 1991 عندما ضربت الولايات المتحدة الأمريكية المدارس والجامعات ولم تثني أي مرفق من مرافق الخاصة العامة، الخاصة والعامة الخاصة بالمواطنين. ولذلك عندما جاءت حرب 2003 واحتلال العراق اكتمل المسلسل، لأنه السلطة أصبحت بيد المحتل، والمحتل جاء بشردمة من السياسيين ليحكم البلد ويوصل البلد إلى ما استهدف المعتدي الآثم الأمريكي منذ أكثر من 40 عاما. وجاءت إيران لتدخل كلاعب رئيسي في العملية، يملأها الحقد طبعا على المنظومة القيمية العراقية بكل فعالياتها الإنسانية، فلذلك قتلوا الطيارين والقضاة والضباط وأساتذة الجامعات والعلماء، يعني تناصفوا الجريمة بينهم وبين الموساد الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ليقضوا على ما تبقى من هذا البلد العظيم ذو الحضارة 7000 سنة. أنا أقول شيء واحد يمكن هذا اللي مهم أعتقد اليوم، أن يعني أركان النظام التعليمي يا أخواني الأعزاء هي أربعة، هي أولا المدرسة، بعدين المنهج، ثم المعلم، وكذلك الطالب. انظر إلى كل هذه الأركان الأربعة وماذا حصلت فيها في 20 سنة القادمة. المدرسة لا تعني فقط المكان، نحن نتحدث اليوم عن نقص كبير في المدارس، وأن حتى الترميمات متوقفة، والترميمات إذا كانت موجودة في يتخللها فساد إداري ومالي كبير. لكن الموضوع ليس المكان، إنما المكان البناء، الشارع، التسهيلات المتوفرة للطالب حتى يصل، القوانين، اللوائح، أنظمة التعليم العالي، الدستور، كل هذا الحقيقة يحدد معنى كلمة مدرسة. ثم نأتي إلى المنهج، المنهج ليس هذا الكتاب المنهجي، وهو مهم طبعا مهم جدا أن يصل إلى الطالب، لكن ما وراء هذا المنهج؟ الفلسفة، الأهداف، الوسائل، كل ما يمكن أن يؤثر على هذا المنهج، منها مثلا طريقة تنفيذ هذا المنهج، وسائل إيضاحه وإلى ذلك. ثم نأتي إلى المعلم، المعلم وهو الضحية الكبيرة اليوم إضافة إلى الطالب، والمعلم وراءه إدارة تعليمية ومشرف تربوي وأجواء تعليمية، وعنده حقوق وعليه واجبات بموجب قوانين وأعراف ولوائح، هذه كلها تخص المعلم. يأتي بعدين الطالب وهو يعني المستهدف من كل هذه العملية. الطالب هو ليس فقط الطالب، وإنما الأسرة والأجواء الأسرية والتربية المنزلية ومعنى الأب ومعنى الأم ومعنى الأخ ومشاركة الطالب في العملية نفسها، وهل هو شريك إيجابي أم شريك سلبي؟ يعني عملية فيدينج هي للتعليم لو هي عملية مشاركة بين المعلم وبين الطالب. هذه كلها لو ننظر إليها نراها أنها قد أصيبت بفيروس عظيم جدا اسمه الفساد المالي والقيمي والأخلاقي. لا نتحدث فقط عن فساد السلطة وهو موجود، ولكن انظر إلى الشارع وما يحدث في الشارع الآن، ضرب المنظومة القيمية، استهدافها، كل هؤلاء المهجرين ماذا يقصد من أن يتركوا مهجرين؟ يتركوا مهجرين حتى يفقدوا منظومتهم القيمية، يفقدوا الساحة اللي كانوا فيها، يفقدوا القيم اللي كانت تحيط بهم، وهكذا. لذلك هي في الحقيقة عندما تنظر إلى هذه المنظومة العظيمة اللي اسمها منظومة تعليمية، نحن ترى أنها قد ضربت ضربة قاضية في العراق. هذا لا يعني أن لا توجد دولة أسوأ من العراق، ولا توجد دولة مثل العراق تعاني مثل ما يعاني العراق، ولكن لا يوجد مثل العراق يعاني مثل المعاناة. العراق بلد بحضارة 7000 سنة، بموارد ضخمة جداً،
من الموارد البشرية إلى الموارد المادية، تستطيع أن تنتج في العراق كل شيء، تستطيع أن تنتج الخضروات والفواكه، وتستطيع أن تنتج الزجاج من رمل الصحراء، واليورانيوم من الجبال، كل شيء في العراق، والشمس الحارة في العراق، والطاقة الشمسية، والنفط والغاز، وكل شيء موجود في العراق. لماذا العراق يعاني في تعليمه وصحته إلى هذه الدرجة؟ إنها المؤامرة الكبيرة التي تريد العراق أن يموت موتا سريريا، وطبعا لكن هذا لا يحدث، يحلمون بذلك لكن لا يحدث أبدا إن شاء الله. إذن سؤال مهم نسأله للأستاذ الدكتور حامد أصراف، الأكاديمي الباحث السياسي، لماذا العراق يعاني في جميع الاتجاهات وفي جميع النواحي، ولكن نركز هنا على نقطة مفصلية مهمة لها علاقة بالنهضة والتنمية، ألا وهي التعليم الأساسي. رغم امتلاك العراق الثروات البشرية والثروات المعدنية والنفطية وإلى آخره، العراق ليس مثل باقي الدول الفقيرة، العراق غني، ولكنه لماذا يعاني منذ 2003 إلى الآن؟ نتحدث عن لا توجد مدارس، هناك مدارس في المحافظات الجنوبية من الطين، هناك نقص في التخصيصات، هناك فساد في العقد الصيني، يعني لماذا العراق؟ لماذا تحديدا العراق؟ بداية شكرا جزيلا دكتور سمير على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين والجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هذا السؤال اللي يشغل بالأخص التربويين والأساتذة والمهتمين بما يسمى التنمية البشرية والتنمية المستدامة والخطط اللي فعلا تعتمد على صيانة مسيرة التربية والتعليم في أي بلد، يعني أي مجتمع. الحقيقة هذه المسيرة تمثل ضمير هذا المجتمع، مستقبله، أمله، سلامة بناء الأسس. احنا عندنا ثلاث أسس مهمة جدا في أي مجتمع، هي التربية والتعليم والثقافة. إذا بست هذه الأركان الثلاثة بشكل مباشر ممنهج، معناها أنه المجتمع فعلا يتعرض إلى يعني انهيار إن استمرت هذه العملية بالتآكل من أسس هذه المسيرة. فلذلك بحقيقة الأمر نحن كتربويين شاهدنا ولمسنا لمس اليد منذ أكثر من 40-50 عام، يعني منذ ما سبق حتى الحروب والحصار كان هناك عمل ممنهج من قبل أمريكا المجرمة، الكيان الصهيوني، ومن جاء فيما بعد بالتعاون في يعني دول حتى عربية تآمر، لا ننكر هذا المجال، ثم جاءت إيران لتستكمل هذا المسلسل الحقيقة بشكل غير مباشر أو مباشر أحيانا. يعني هناك تخادم أيضا بالمصالح، لأنه العراق الحقيقة يشكل مركز إشعاع مهم جدا، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما العالم كله. حضارات العراق، كان العراق حكم العالم لمرتين في الحضارات القديمة، في زمن نبوخذنصر وفي زمن نمرود. لذلك ملوك العراق وحضاراته تركوا آثار كبيرة جدا، لأنه أيضا نعرف أن الحضارات العراقية القديمة علمت البشرية الكتابة، علمت البشرية أيضا التنظيم، الري والزراعة وحتى الصناعة وأمور كثيرة. الحقيقة نهضت وبدت النهضة في العراق، وجاءت العصر الإسلامي أيضا تكلل بمجموعة من الإنجازات، منها الترجمة، منها التبادل الثقافي حتى بين الشعوب العادة. لذلك ركزوا أعداء العراق على، وخصوصا أمريكا والكيان الصهيوني، منذ عقود من الزمن على أنه العراق يدمر بشكل ممنهج ولا تقوم له قائمة، لأنه سوف يهدد وجودهم مصالحهم ووجود الكيان الصهيوني. ونحن الآن نمر بأسوأ ما يمر به العالمين العربي والإسلامي منذ عقود، منذ نشأة الحركة الصهيونية قبل تقريبا 100 عام. لذلك هذا الضمير المجتمع العراقي الحقيقة تم المساس به من بجوهرة. لذلك أسيء التعامل مع التربية والتعليم والثقافة بنظام بائس مشوه جاء بعد إسقاط النظام السابق على يد الأمريكان وحلفائهم،
فبالتأكيد هم أمور كثيرة تأخذ بالحسبان، يعني التربية والتعليم والثقافة وكل مجالات الحياة في خطط تنمية مستدامة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أيضا النمو السكاني. في العراق النمو السكاني الآن يزيد عن 3%، ولذلك الأرقام التي تأتي في عدد الأطفال الذين يدخلون المدارس في التعليم الأساس التعليم الابتدائي يفوق 1,000,000 طفل سنويا، يعني يصل بين 1,200,000 إلى 1,300,000 طفل سنويا. فهذه بحاجة إلى ماسة، إلى مدارس، إلى يعني أدوات كاملة، إلى كوادر تعليمية إدارية تربوية، إلى أيضا تكامل بين ما يحدث في المدارس نفسها وبالشارع وفي البيت. هناك يعني يجب أن تكون منظومة متكاملة للتربية لإعداد الطفل لمرحلة قادمة هي التعليم المتوسط والثانوي ثم التعليم الجامعي. هذه كلها الحقيقة مست بشكل واضح، لذلك شاهدنا هبوط مستمر بمستوى إذا كان التعليم الأساس التعليم الابتدائي إلى وصولا إلى التعليم الجامعي. هناك الحقيقة تدمير ممنهج، وما زال لغاية الآن نشاهد هذا التدمير بنظام محاصصة مقيتة وبنظام تجاري ليس تعليمي تربوي ثقافي، وإنما هناك ما أضيف عليها بالصفقات والشهادات المزورة وإشغال المناصب المهمة من قبل أشخاص لا يمتلكون لا المؤهلات ولا الكفاءة ولا حتى الأسس التربوية التي يفترض أن يعني تتوفر فيهم. عوامل كثيرة، الحروب، الحصار، الاحتلال، الغزو، ثم النظام السياسي الحالي البائس اللي الحقيقة استكمل عملية استمرار التدمير الممنهج للتربية والتعليم والثقافة. نعم. ابقى معي دكتور حامد. أرحب بالدكتورة رولا الألوسي استشارية تطوير نظم التعليم. دكتورة رولا مرحبا بك. مرحبا دكتور سمير وبضيوفك الكرام. أنا بك دكتورة. كثيرا ما يعني تعقد الأمم المتحدة المؤتمرات تلو المؤتمرات عن حقية الإنسان في التعليم والوصول إلى التعليم، يعني مثل ما يعني من حق الإنسان أن يصل إلى الغذاء والدواء من باب أولى أيضا لا تقل ذلك أهمية الوصول إلى التعليم. العراق بلد غني، غني بالثروات بشكل لا يوصف، لا يمكن مقارنته بدول أفريقيا على سبيل المثال التي لطالما تحدثت عنها الأمم المتحدة. كيف تقيمين الواقع التعليمي فيما يخص التعليم الأساسي في العراق في ظل نظام المحاصصة الذي لا زال ونحن يعني على مدى 20 عام نسمع أنه هناك قلة تخصيصات، هناك قلة أبنية مدرسية، ومع العلم مثل ما تفضل الدكتور حامد قبل قليل وأيضا دكتور محمود هناك 1,200,000 طفل يعني يلتحقون بالمدارس كل سنة، ومع ذلك الواقع مزري جدا. كيف تقيمين الواقع، واقع التعليم الأساسي دكتورة؟ شكرا دكتور سمير. ومثل ما تفضل الزملاء الكرام، وضع العراق بالنسبة للتعليم يعني مؤسف ومؤلم في نفس الوقت، والعراق ما يزال يعيش مرحلة الدمار الشامل بالنسبة للتعليم من فترة الحصار الاقتصادي في التسعينات ولغاية مرحلة الأجيوسايد أي إبادة التعليم، ومثل ما تفضل دكتور حامد حقبة التجهيل لما بعد سنوات الاحتلال. نتائج الاحتلال هاي يعني درسناها ونعرفها منذ الطفولة، واللي هي أي بلد يمر بها وبالأخص العراق يعني هو يعتبر كيس ستدي أو سيناريو نموذج لنتائج الحروب والاحتلال، واللي هي طبعا الانهيار نظام المجتمع والتعليم. لكن للوضع الحالي في العراق سواء للتعليم الابتدائي أو للتعليم العالي يعني مثل ما ذكر وضع مؤسف، والسبب أنه بعض القوى السياسية تستفيد من هذا الوضع من ضعف التعليم لأنه تسيطر على المجتمع. كل ما زاد نسبة الجهل وكل ما زادت نسبة عدم التعليم كل ما صارت عملية السيطرة على المجتمع تكون أسهل. وكذلك أكو جهات أخرى مجهولة وخفية تساعد. طبعا إحنا ما نريد نوجه أصابع الاتهام إلى جهة معينة، لكن هذه الجهات
تحاول أن تجد فرصة في استقطاب الشباب الغير متعلمين أو ذوي التعليم الضعيف ويستقطبوهم لمصالحهم أو للمساعدة في نشر الفكر المتطرف أو الجريمة أو تفشي الفساد الأخلاقي. المشكلة حاليا في التعليم العالي في العراق أنه آلية خلينا نقول المحسوبيات أو حتى الترقية خارج السياقات والضوابط، وهذا شيء جدا يعني ينهك النظام التعليم أكثر وأكثر يوم بعد يوم. يعني الفساد الإداري أصبح حالة متفشية في النظام التعليم، وده يلعب دور في انهيار جودة التعليم. يعني بعض الأشخاص يستغلون هذا الفساد الإداري اللي موجود في منظومة التعليم لمصالحهم الشخصية، حتى إصدار قرارات وقتية لفائدة أشخاص معينين، وهذا القرار يكون يا أما بإضافة درجات يا أما حسب وضع طالب معين يصدر قرار وقتي، سواء لامتحانات الدور الثاني أو امتحانات الدور الثالث. يعني أمور ما كنا نسمع بها من قبل، لكن بالوضع الحالي أصبحت يعني فشيء مألوف جدا. وبالنتيجة طبعا الهدف من هذا كله هو استغلال الفوضى والانهيار للمصالح، سواء كانت شخصية أو سياسية. وهذا الاستقرار كذلك يعني نلاحظ أنه يخلينا أو يخلي البلد يكون تزيد بنسبة عدم الاستقرار والتبعية للجهات الخارجية. حتى هذه الجهات هي اللي تعزز نفوذها في نظام التعليم وفي البلد بشكل عام. نعم دكتورة رولا، ابقي معي لو سمحتي، انتقل للدكتور محمود المسافر. دكتور محمود، كثير من المراقبين يرون أن سياسة التجهيل هي سياسة متعمدة من أجل الوصول بالمجتمع إلى ما هو عليه الآن من حيث رداءة العملية التعليمية، لا جودة العملية التعليمية، من حيث أن الفساد متفشي في جميع مفاصل العملية التعليمية، المدارس الأهلية، الجامعات الأهلية، كل ما يمت لي التعليم بصلة هو غير جيد، لا يخضع لمعايير حقيقية معتمدة. يا ترى من وجهة نظرك يعني سياسة التجهيل هذه، ونحن نتحدث عن الأسباب لنقف على هذه الأسباب التي أدت إلى تدهور العملية التعليمية، يعني ما هي الأسباب الحقيقية التي تدفع بتجهيل أو محاولات تجهيل المجتمع العراقي؟ شكرا مرة أخرى أخي العزيز. الحقيقة هي يعني العملية هذه واضحة، لأن هي مو اختراع جديد. عملية أن تسيطر أنت على مجتمع جاهل هو بالتأكيد أسهل بكثير من أن تسيطر على مجتمع متعلم. لذلك هي دائما تكون أهداف ورغبات المحتلين والدول الاستعمارية الكبرى. وإحنا منذ عهد يعني بوش الأب رجعنا إلى عهد الحروب الاستعمارية التقليدية، اللي عندما تتحرك الجيوش إلى الدول وتسيطر عليها بالعمليات العسكرية. هذا الأمر يتطلب أنه يتم معالجة محتويات أي مجتمع يدخلون فيه، ومن أهم محتويات المجتمعات هي طبعا التعلم، التعليم، وكذلك الصحة والقضاء. هذه مسائل رئيسية، وأيضا طبعا كما أضاف الدكتور حامد موضوع الثقافة، هذه مسائل رئيسية تمثل جذور المجتمع، جذور ثباته تجاه أي عملية تغيير قادمة. لذلك ما يقدرون يسوون عملية تغيير مباشرة وسريعة إذا ما يخوضون مرحلة تجهيل وإرقاء المجتمع وإضعافه صحيا وإضعاف القضاء طبعا، وبالتالي يصبح لقمة سائغة في يد أو في فم المحتل. ذلك هي عملية ممنهجة من البداية. لو تشوف من أجو هم بالبداية، وهي عملية الاجتثاث اللي صارت وعملية القتل. يعني الاجتثاث كان في محطتين، محطة الاجتثاث الاقتصادي وهو أن تقطع عليها رزقة للعالم والقاضي أو كذا، فيبدل المهنة مالته، يقوم يشتغل أي مهنة فتضيع
30 سنة 20 أو 40 سنة أو 15 سنة من الخبرة تضيع تنتهي وتروح إلى مهنة أخرى سريعة ما تتطلب تراكم الخبرات والعلوم. ولذلك تشوف تخلصوا من عدد كبير، هذا عملية. العملية الثانية اللي كان يحتاجون فيها إلى 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 عملية سريعة هي عملية القتل الممنهج اللي صارت، قتلوا مئات من العلماء العراقيين والمختصين بكل الاختصاصات. هذا العمل الممنهج بطريقي بوسيلتي هذه هو للوصول إلى إفراغ المجتمع من الكفاءات. ولن تتم عملية الإفراغ هي إفراغ جسدي مباشر فقط، صار الإفراغ الجسدي وهذا التخويف الهائل خوف البقية الموجودين من أصحاب العلوم والخبرات وأصحاب المكانات في الباقية في المجتمع إلى أن يغادروا العراق، يغادروا ليجدوا الأمان في أماكن أخرى. فغادر عشرات الألوف بل مئات الألوف من العراقيين من المتعلمين أساتذة الجامعات ومدرسين ومحامين وضباط وما إلى ذلك حتى يفرغ العراق وتحدث ما تسمى بالصدمة، هي صدمة الكفاءة اللي صارت في العراق، هذه صدمة ممنهجة. انظر ماذا جاء مثلا بعد ذلك في البرلمان، يعني ليش تحقق في البرلمان الهدف التالي وهو وصول عدد هائل من الغير المتعلمين ومن الجاهلين ومزوري الشهادات البرلمان. نعم. وكان لا زال في العراق بقية الخير والكفاءات وموجود، وحتى الكفاءات الموجودة في العراق كان يمكن أن ترفع رأسها وتطلع، لأن مثل ما تعرف عندنا يعني مثل اقتصادي مهم، العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، حتى ما تبقى من العملة الجيدة في السوق قاعدة وببيوتهم يخافون يطلعون، يخافون يواجهون هؤلاء لأنه راح يواجهون بالقتل والتهميش. لذلك كان ينبغي أن يأتوا ببرلمان وبحكومات يعني تتصف بالجهل التام حتى يسيطروا عليها، حتى تصير جزء لا يتجزأ من عمل ميليشياوي يسيطر على العراق. لذلك تنتشر المخدرات، ممكن أن تنتشر المخدرات وتنتشر الجريمة وينتشر القمار وتنتشر الدعارة، هذا كله ينتشر بالجهل، هذا كله ينتشر بسحب الكفاءات، يعني evacuate يسموها كفاءات من المجتمع وإفراغهم يعني عفوا، ووضع بديل عنهم. هذه البدائل هي ما نراها اليوم من وزير تعليم عالي ووزير تربية ووزير صحة وكل هؤلاء، حتى المتعلم من المتعلمين العراقيين الذي يعمل معهم فهو يعمل وفق منظومتهم، وفق المنظومة التي جاء بها المحتل ووافقت عليها إيران، ويعملون بشكل ممنهج اليوم على أن لا يبقى متعلم في العراق، ولا وحتى لو كان هناك بقايا نظام تعليمي في العراق لازم هذا التعليم يكون شكلي لا يؤهل المتعلمين لأن يكونوا بنات حقيقيين للدولة ويمارسون أدوارهم الطبيعية في عملية تنموية يعيدون بها بناء العراق بعد كل هذا التخريب. هم يريدون أن يؤخروا العراق 50 سنة أخرى كما تعهد جيمس بيكر في اجتماعاته مع طارق عزيز عندما قال له سنعيد العراق إلى عصر ما قبل العصر الحجري، قبل عصر الصناعة عفوا. لم نكن نعلم أن ما قبل عصر الصناعة كان يعني بذلك الصناعة والبخار والكهرباء، لم نكن نعلم ذلك، لأنه كنا نؤمن أن العراق لديه كفاءات أن يعيد هذا باستمرار كما حصل في عام 1991. لكن الحقيقة أنهم خططوا بدقة لإعادة العراق إلى عصر الجاهلية الكبير، إلى العصور الوسطى المظلمة عندما كان المتعلم فيها يحارب ويتهم بالزندقة. نعم. ويسيطر حابل عمائم من الجهلة والأفاقين والدجالين على المجتمع. نعم فعلا دكتور محمود المسافر. دكتور حامد، يعني لو تصورنا بأن لو جردنا المجتمع العراقي من الموبايل ومن الأجهزة ومن الحاسوب لأنه لم ينتجها لم يصنعها، هو قام باستيرادها، استخرج النفط من باطن الأرض وباعه ثم اشترى به الموبايلات والأجهزة الحاسوب وما يتعلق بالعملية التعليمية يعني الحديثة، الآن عاد المجتمع العراقي إلى عصر الجاهلية فعلا، ليس هناك فقط النفط يستخرج ويباع ومن ثم توزع إيرادات النفط
كرواتب على الموظفين وهلم جرى يعيشون بهذه الطريقة. يعني هذه تدخل ضمن سياسة التجهيل أيضا. لو تحدثنا مثل ما تحدث أو يتحدث المختصون المتخصصون الاقتصاديون، العلم والتعليم بوابة الاقتصاد. لا استرجعنا عبر التاريخ القريب بأن الحصار الاقتصادي غايته الوصول إلى هذه المرحلة. الآن الأمم المتحدة عندما ترفع لواء أو راية نشر المعرفة تراها تغض الطرف عما يجري في العراق من تهميش لملايين الأطفال الذين من حقهم أن يتعلموا. كيف نربط ذلك كله بالأسباب والمسببات والتداعيات لما يجري من يعني تدهور متعمد للعملية التعليمية؟ هل النظام الدولي له علاقة؟ الولايات المتحدة لها اليد الطولة في ذلك؟ بالتأكيد هذا التشخيص سليم جدا دكتور سمير، بدليل على يعني على ما مر بالعراق. يعني أولا شهدنا احنا منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة من 1921 العراق كان مهتم جدا، يعني منذ العهد الملكي، يعني بغض النظر عن عملية الإشادة من عدمها بهذا النظام أو ذاك، لكن هناك مسيرة كانت للتربية والتعليم يعني سارت بخطى حثيثة من أجل أولا يعني تأسيس مدارس، بناء جامعات، معاهد. يعني عرفنا منذ العهد العثماني أنشئ في بغداد أول معهد عالي للقضاء في 1909، يعني قبل نشوء حتى الدولة العراقية الحديثة، ثم تلتها فيما بعد كليات الطب والهندسة و يعني معاهد المعلمين العالي. كانت مسيرة الحقيقة مكللة بنجاحات كبيرة، وهذا شهدها العالم إلى وصولا إلى يعني السبعينات من القرن الماضي، أنه العراق خطى خطوات مهمة جدا في الزراعة والري والصناعة، هناك مجمعات صناعية. أنا كمهندس شهدت هذه وعملت أيضا في السبعينات بعد تخرجي من جامعة بغداد، يعني في بغداد، واشتغلنا في مجمعات الإسكندرية وبعقوبة للصناعات الكهربائية، في مجمعات الحديد والصلب في البصرة. الإنتاج النفط كان أيضا يشارك به بعدد كبير جدا كوادر عراقية، خصوصا بعد تأميم النفط في بداية سبعينات القرن الماضي. الوضع كان ملفت للانتباه، العراق كان مقبل على ثورة تكنولوجية صناعية زراعية هائلة. لذلك يعني هذه الخطوات وهذه الإنجازات اللي تمت في العراق الحقيقة يعني أقلقت الغرب، أقلقت بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني وحتى بعض الدول العربية، خوفا من تسيد العراق للمنطقة. العراق بلد يمتلك قبل كل شيء ثروات هائلة وطاقات بشرية مضاعفة عما تمتلكه شعوب المنطقة في الشرق الأوسط وغيرها. لذلك هذه أخذت بنظر الاعتبار، صناعات عسكرية أيضا لا ننسى أخافت الأعداء. يعني شفنا أيضا وتعلمنا، حتى تعلمناها إحنا كنا أطفال، نعرف أنه محور التربية والتعليم هو الإنسان، الطفل، الإنسان العراقي. الإنسان العراقي كان رغم يعني القصور في بعض الأحيان عن توفير كل مستلزمات التربية وأدواتها، لكنه كان هناك اهتمام، لم تكن هناك يعني نواقص كثيرة في أسس التربية. كان هناك يتخرجون أعداد كبيرة من المعلمين، من المدرسين، من التربويين. الإشراف التربوي كان يسير بخطى حثيثة. الآن يعني الإحصائيات تؤكد على أن هناك تسرب كبير جدا، يعني أكثر من 3 ملايين طفل الآن خارج أسس التربية والتعليم، رغم أن هناك أرقام تقلل من هذه الأعداد، لكنه التسرب الحقيقة واضح. المدارس رغم أن هناك إشارة بأنه 12,000 مدرسة يحتاج العراق الآن يعني تجاوز محنة الدوام المزدوج والثلاثي، لكنه الأرقام الحقيقية هي أنه العراق محتاج إلى 20,000 مدرسة
لماذا؟ لأنه هذه المدارس، ومثل ما تفضلت حضرتك أيضا بالمقدمة أن هناك عدد كبير من المدارس في الأرياف وفي حتى ضواحي المدن مبنية من الطين أو ما نسميه تشينكو، لذلك هذه لم تعد الآن تستوفي شروط التعليم الابتدائي الأساسي والثانوي إلى وصولا للجامعة. لذلك هذه المدارس الآن يجب أن تستبدل، يجب أن فعلا تحل محلها، خصوصا في بلد يمتلك ثروات هائلة. العراق واحد من أغنى دول العالم بالاحتياط النفطي. العراق يمتلك ثروات هائلة ويمتلك حرامية هائلين بنفس الوقت. تمام. هذا هو، هذه هي المصيبة الكبرى الآن. يعني أنا أقول لك بشيء من الحقيقة البديهية المعروفة. يعني سئل وينستون تشرشل في أثناء الحرب العالمية الثانية ماذا يدمر المجتمع، لما سئل أنه هناك قصف نازي على لندن، سألهم سؤالين، يعني هل التربية والتعليم تسير بشكل طبيعي؟ قال له نعم. هل القضاء يسير بخطى يعني ثابتة؟ قال له نعم. قالوا إذا اطمئنوا، حتى لو يكون هناك حرب بتكون قصف، طالما التربية والتعليم والقضاء يسير بنفس الخطى، محافظين عليه، محافظين على نزاهته، على نقاوته، إذا الأمور تسير بخطى طبيعية. لذلك وأيضا هناك مقولة مهمة جدا دكتور سمير، إذا أردت أن تدمر أمة أو شعب لا تحتاج إلى قنابل نووية، في كثير من الأحيان تحتاج إلى تدمير التربية والتعليم والثقافة في المجتمع الأخلاقية. نعم. وهذا والمنظومة الأخلاقية طبعا هي مرتبطة بها، بدليل أنه أمريكا المجرمة ألقت قنبلتين نووية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، لكن اليابان خرجت من الحرب العالمية الثانية بوضع مختلف، بتطور تعليمي تكنولوجي صناعي هائل. لماذا؟ لأنه التربية والتعليم تم الحفاظ عليها دون المساس، لا بالفاسدين يتدخلون. نعم. هذه نقطة مهمة دكتور حامد، اسمح لي أن أنتقل للدكتورة رولا الألوسي ليسألها عن هذا الموضوع. عندما نتحدث دكتورة رولا عن تجارب دول مرت بحروب طاحنة، حروب عالمية، يعني مثل اليابان مثلا، لماذا لم يكن العراق، المجتمع العراقي كالمجتمع الياباني؟ هل الخلل في المنظومة المجتمعية أم الخلل فقط في المستورد من معلبات السياسيين؟ شكرا أستاذ سمير. طبعا هو الخلل مو بالمجتمع، المجتمع أكيد حاليا ضعيف، لكن يعني دي يحاول أنه ينهض، مثل ما نشوف محاولات الشباب وخاصة اللي دي يطالبون بحقوقهم. لكن الفرق اليابان عن العراق أنه العراق أكو عليه أكثر من جهة هجوم من أكثر من مكان ودولة، أو يعني مثل ما ذكرت بتعليق الأول، جهات أو أيادي خفية تهدف إلى تدمير العراق. ومثل ما تفضل ضيفك الكريم قبلي ذكر الثروات، هو طبعا كلها النقطة يعني الدور حول محور معين اللي هو politics and money، فلوس وثروات البلد، ومسألة سياسية لا أكثر ولا أقل. إحنا نظل نقول أهداف وكذا وسبب و لكن النتيجة هي أنه العراق موقعه استراتيجي، وأكيد الأشخاص المختصين بالمسائل العسكرية يعرفون هذا الشيء، والثروات المالية اللي بالبلد. لكن نرجع على مسألة اليابان، اليابان صارت عندهم المأساة والدمار لبلدهم، لكن بالنتيجة نهضوا. ومو بس اليابان، ليش؟ عندك النظام التعليم في ألمانيا، ألمانيا النازية كانت مدمرة بعد الحرب العالمية انتهت، لكن ألمانيا هسه يعني من الدول الممتازة بالنسبة للتعليم أو لنظام التعليم. عندك رواندا، يعني مو شرط في أوروبا، مو شرط آسيا، لكن عندك رواندا في أفريقيا، من أفضل الجامعات ونظم التعليم في أفريقيا هي رواندا، ورواندا كذلك صار بها جنسايد وإبادة جماعية. لكن إحنا العراق تبقى منطقة غير مستقرة، ولهذا دائما دائما كل كم فترة أو كل 10 سنوات أو كل 20 سنة
يقولهم في المدخل أنه حتى يبدون هذا عملية عدم الاستقرار. لكن بس أحب أشارككم بفد يعني فد شغلة يعني مريت بها يعني بالنسبة لي لو تسمح لي يعني يسمح الوقت. رجعت للعراق كنت بصف أول متوسط، دخلت صف وأني بالنسبة لي يعني العربي كنت ما أفهم إيش دا يصير بالدنيا، ودخلت مادة اللغة العربية ودخلت علينا بذاك اليوم مديرة المدرسة قالت كلام إلى حد الآن ما أنسى، قالت إحنا موجودين هنا معينتنا الدولة نشتغل وتابعين إلى وزارة التربية والتعليم، تعرفون شنو يعني تربية وتعليم؟ الله يذكرها بالخير ويقولون الرحمة للطيب والميت. ست عفاف مديرتنا ما أنسى هذا الكلام، قالت إحنا مهمتنا أن نربيكم أولا وبعدين نعلمكم. المشكلة في نظام التعليم الحالي يعني هاي ترى كلمة يعني مؤثرة، من تشوف هسه نظام التعليم حتى كان في فترة معينة بالعراق حتى الشخص اللي بالشارع ممكن يعلم، يشوف طفل ده يسوي غلط يوقفه، ليش هيك تسوي، ليش كذا. احنا هسه يعني دا نساعد على نشر الجهل، احنا هسه لو يعني ما نريد ندخل بمسألة السياسة بس رب العالمين يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، زين لازم لو كل انسان يحاول ان يطور وما علينا بالسياسة ممكن ننهض. وأنا اللي لاحظت بزيارتي للعراق أنه الشباب دي يحاولون، صحيح دي يصير عليهم قمع، صحيح دي يحاربوهم، لكن يعني دوام الحال من المحال، ومثل ما يقولون دق على الحديد إلينا، لازم يظلون يحاولون لازم. أما بالنسبة للجهات الدولية وبالأخص الأمم المتحدة، ما هي أصلا الأمم المتحدة كانت سبب المصيبة اللي إحنا هسه نعيشها بالعراق. يعني بعد الاحتلال يلا قرروا، بعدها بسنة ب2004 صرح كوفي عنان أنه كانت ما سموه في تلك الفترة الحرب الغير قانونية، ماكو شيء اسمه حرب غير قانونية، كان احتلال، ونتائج الاحتلال نعيشها حاليا بالضبط، سواء كانت بالفساد الإداري اللي طرقنا له أكثر من مرة بهذا الحوار، أو بالتعليم، أو حتى يعني بالقوانين الخاصة بنظام التعليم. فإذا نقارن العراق في أي كيس ستدي أخرى أو أي حالة احتلال أو إبادة سواء لأشخاص لأفراد لمجموعات أو لنظام تعليم، فهم يعني لو نجي ندرسها الإبادة أو الدمار اللي صار على أي دولة أخرى مو مثل الإبادة الممنهجة اللي مثل ما ذكرها دكتور حامد، ممنهجة فعلا ممنهجة ومستمرة. أي دولة أخرى توقف، صارت حملة عليهم انتهت، نقطة راس سطر يلا نكست. بس هسه وين بالنسبة للعراق؟ احنا ما عندنا النكس، ما عندنا المرحلة التالية. كل اللي دي يصير انه احنا هسه مو بس في مرحلة الرماد، احنا تحت الرماد. انا كنت اوصف العراق ونظام التعليم انه لابد يصير مثل العنقاء وينهض من الرماد، لكن مدى ما حتى يسمح لي ينهض، لانه كل كم سنة وتجينا ضربة، كل كم سنة وتجينا يطلعونا فد شغلة او فد حسبة تخلي التعليم يرجع الى يعني عشرات السنين إلى الوراء. من المؤسف جدا أنه إحنا بلد الحضارة، إحنا مهد الحضارة، وإحنا هسه يعني الوضع يرثى له مع الأسف والله. شكرا دكتورة. نلاحظ من خلال هذه الصور صورة مؤلمة لواقع تعليمي متردي ومؤلم فيما يخص موضوع النازحين. دكتور محمود المسافر، يعني كيف تصف صورة أنه نازح، أنه يبحث عن هوية له تثبت انتماءه لهذا البلد، ويبحث عن يعني أوراق ثبوتية، يبحث عن اهتمام حكومي، يبحث عن مدارس لأولاده، يعني هذه المخيمات النزوح إلى أي مدى تعبر عن واقع مؤلم من تداعيات احتلال العراق ونفوذ إيران؟ شكرا مرة أخرى. أريد نبدأ ببعض المعلومات. يعني أولا حتى يعرف المشاهد أن التقارير الحكومية تقول أن هناك 4% من إجمالي من الناتج المحلي الإجمالي، 4% 8% يصرف على التربية والتعليم في العراق.
هذا الرقم يعد مقبولا في الدول التي تتصف بالاستقرار السياسي والاقتصادي. يعني هذا يخلي المعدلات اللي موجوده اساسا المستمر يعوض النقص الحاصل وتستمر، لكن ليس في حاله العراق. في حاله العراق نحتاج الى نهضه حقيقيه، عندنا مشكله حقيقيه. ما هي المشكله؟ يقولون ان هناك 12,000 مدرسه نقص الان، هو هذا مو وحده كافيه، لانه 12,000 مدرسه انت ما تقدر تسوي لها تخفيض بمعزل عن ما يحدث من تطور في الاقتصاد والبنيه العراقيه. اليوم هناك تطور كبير واسع يصير في الديموغرافيا العراقيه، الديموغرافيا العراقيه السكان يتطورون. اليوم اذا ناخذ التطور اليوم، احنا عندنا 1,000,000 طالب يدخل كل سنه الى النظام التعليمي. 1,000,000 طالب اذا اخذنا الرقم اللي تنطيه الحكومه اللي هو معدل استيعاب المدرسه 406، وهو معدل ضعيف جدا طبعا، هذا 406 لانه بالحساب بين عدد المدارس وعدد الطلاب، 406 بالمدرسه الواحده، معنى 1,000,000 اننا نحتاج سنويا الى 2,500. بمعنى ال 12,000 هذه نتحدث عنها اليوم، 12,000 مدرسه، احنا لا نتحدث اليوم عن تجديد المدارس ولا ترميمها. ال 12,000 مدرسه سنتحدث السنه القادمه اذا الله خلانا طيبين في برنامج اجتناب في نفس المكان عن 14,500، والسنه اللي بعدها راح نتحدث عن 17,000. ولذلك هذه القضيه مستمره، ما راح تتوقف ابدا. هذه هي الخطوره التي تكمن في ماذا يحدث. انظر ماذا صنعوا في البرلمان العراقي في عام 2019، شرعوا قانون اسمه قانون رقم 19. هذا القانون طبعا اساسه لبناء المدارس ورياض الاطفال، واخذوا وقاموا ياخذون 1,000 دينار من كل مواطن عراقي رسم طابع على كل المعاملات العراقيه، تروح للطاب وتروح للمي تروح للكهرباء، ياخذون منك 1,000 دينار عراقي تحت اسم الحمله الوطنيه لبناء المدارس ورياض الاطفال. هذا كان عام 2019. انظر وين يخلون هذه المبالغ. هذه المبالغ يضعوها في حساب اسمه حساب الامانات الضريبيه. يذكركم شيء هذا حساب الامانات الضريبيه؟ هذا الحساب اللي باقى نور زهير ورفاقه من السياسيين اللي يحكمون العراق في عام 2022، ولحد الان ما رجعت فلوسه. 4 سنوات ياخذون من المواطن، من كل مواطن عراقي على كل معامله يقوم بها 1,000 دينار من اجل ان يبنوا المدارس. فانت بعد هذا كله الحقيقه تجي على الاطفال المهجرين والموجودين في المخيمات وتقول ليش ما اعطوهم؟ هذه مؤامره كبرى على هؤلاء الاطفال. هؤلاء الاطفال يراد لهم ان يكونوا قنابل موقوته، تكره المجتمع، تشعر بالمظلوميه. تدري احنا عشنا 1,400 سنه مظلوميه اخي العزيز حتى يصير قنابل موقوته تفجر المجتمع العراقي في الوقت اللي تريده امريكا والصهيونيه. واليوم يردون يسوون بعض المناطق ايضا تعاني من المظلوميه، واذا ما عانى جيلنا من المظلوميه لان فاهم شنو معناها واثرها على النفس البشريه، راح يسوون الاطفال يشعرون بالمظلوميه. اطفال بلا 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 كتب مدرسيه، بلا احذيه، بلا مدارس، بلا هويات حتى يثبت انه انا اسمي فلان ابن فلان كعراقي. هذا كله تخليه يشعر بالمظلوميه، تحول الى قنبله موقوته. هم اساتذه في خلق تنظيمات مثل تنظيمات داعش. شكرا لك. داعش والحشد الشعبي هو عباره عن، كلها الحقيقه هي عباره عن فئات من المجتمع شعرت بالظلم الشديد والاستهداف والتهميش، فتحولوا الى مرحله الاكستريميزم، مرحله اللي صارت الارهاب في التطرف ثم الارهاب. لذلك هؤلاء يراد لهم ذلك. ما نراه نحن ونتعاطف مع هؤلاء الأطفال يراه غيرنا ويضحك ويبتسم ويفرح، لأنه يرى هؤلاء الأطفال بلا مدارس وبلا ملابس وبلا هوية. هذا هو الاستهداف الحقيقي، الاستهداف في الأجيال القادمة لهذا العراق. يريدون أن ينهوا هذه الأجيال فيموت العراق مع موت هذه الأجيال.
شكرا جزيلا دكتور محمود المسافر الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق، وشكرا جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، وشكرا جزيلا دكتورة رولا العلوسي استشارية تطوير نظم التعليم. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، في أمان الله.